حبيبي ابن حبيبي ابن حبيبي. ايه اللي حصل يا احمد؟ احكي. والله يا ابني ابني جالي يوم الخميس قعد معايا وتعشى معايا وقال لي يابا انا خارج شويه، ومتعود بيحب زمايله يخرج وياهم، خرج وياهم صلى العشاء واعتمد على الله راح يقعد مع زمايله في الكافيتيريا. زمايله بقى حكولي اللي حصل بالظبط، انا ما كنتش اعرف الاحداث دي. قالوا انه كان في مشكله على كرسي قبل كده، كان عيل يتيم كسره فقايم يضربه بتاع الكافيتيريا. احمد قال له بتضربه ليه؟ ما تضربوش، كسر الكرسي. قال له حق الكرسي عندي. فبقى الواد بتاع الكافيتيريا بتاع الواد اليتيم ده كان معاه 100 جنيه دفعها من حق الكرسي. زمايله اللي بيقولوا، انا ما شفتش عشان ما اكدبش، زمايله اللي قالوا لي بعد ابني ما اندفن، زمايله اللي قالوا لي بعد ابني ما اندفن، بعد ابني ما اندفن ودخل قبره، زمايله اللي قالوا لي حزنوني اكتر، حزنوني اكتر. يا ريت يا ريت قال لي الكرسي اتكسر، ابنك اللي كسر، ولع ابنك في الكافيتيريا، كنت هديله تمنها، والله كنت هديله تمنها لو هبيع ورثي كله كنت هديله تمنها. انما يا ابني، طب انا حضرتك بتقول ان مشكله الكرسي دي ما كانتش معاه هو شخصيا؟ لا ما كانتش معاه شخصيا، وكانت من اسبوعين او ثلاث. جه تاني ابني لما راح يقول له ادي، طب قال له اديني حق الكرسي، قال له انا لسه ما قبضتش اما اقبض. فابني اعتاد يروح الكافيتيريا تاني فقابله. يعني احمد تعهد قدام صاحب الكافيتيريا ان هو يدفع ثمن الكرسي اللي كسر الولد اللي قال لي اه. طيب ما كانش قال له، قال له طب اديهولي بدل عامل راجل كده اديهولي. قال له يا ابني انا ما قبضتش لسه اما اقبض. فبعد اسبوعين ثلاثه ابني راح تاني، عملت راجل وما عملتش راجل وما جبتش حق الكرسي. فبصراحه ابني زي ما زمايله بيقولوا، هو جاي عليه قال له يا ابني انا ما كسرتش حاجه، انا ما كسرتش حاجه يا ابني، زق ابني وقعه. فبرضو عشان برضو ما اكدبش، زمايله بيقولوا لي ابنك ضربه بالقلم بعد ما زقه وقعه، بعد ما زقه وقعه واتخانقوا مع بعض في قلب الكافيتيريا اللي في البدرون تحت.